أن اليهود والنصارى يجتمعون في التآمر على المسلمين ويجتمعون في الحروب ضد المسلمين وفي قتال المسلمين، فأعداء الإسلام لا يهدى لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يكون المسلم تبعا لهم، يسير وراءهم يحكم بحكمهم ويدين بدينهم ويكون على ما هم عليه. لا تبقى له عزة ولا تدوم له كرامة ولا يهدى له بال ولا يصلح له حال. يريدون أن يبقى المسلم في التذبذب والاضطراب وفي الهزائم، وأن يبقى المسلمون ذنبا لهم وأتباعا لهم. لكن هؤلاء الأعداء ليسوا راضين. لو ذبحتم أيها الملوك والرؤساء والزعماء، أيها القادة الأحزاب، لو ذبحتم أنفسكم ما كان هذا مرضيا لأعداء